تجد أن المصاب بالعين في الغالب يكثر منه التعرق، يشعر بحرارة، يعني تجد الجو جميل مثلا مثل الآن الجو عادي وهو مصاب بعرق، ويقول يا جماعة زودوا المكيف، يا جماعة حر، ما تحسون بحر يا جماعة؟ فيقول لا والله الجو عادي، فيقول لا والله إلا حر شديد، يصاب بحرارة. تجد أنه يكثر منه السرحان، يسوق السيارة يمكن يتعدى الإكزيت المخرج ما بعدين ينتبه هو أنا وين. يكثر منه النسيان كثيرا، يميل إلى الفتور يعني كثرة الجلوس وما لي نفس أقوم يا أخي، متكاسل في الغالب، أن هذه تدل عليه عنده غازات كثيرة في البطن تتعبه. أحيانا يكون عنده شيء من الآلام أو يشعر بشيء من النغز في الجانبين أو في جنب تحت الثدي أو في الخلف. طبعا هذه العلامات ربما تظهر كلها أو ربما يظهر بعضها. إذا قرئ عليه ظهرت عليه علامات أخرى، يبدأ يدمع عينه من غير بكاء، يعني ما يبدأ يقول لا، هذا ربما يكون سحر أو جن أو كذا، لكن إذا وهو ساكت يبكي بكاء خفيف ويدمع، وربما عرق جبينه وتصبب منه العرق الرشح، هذا في الغالب أنه مصاب بعين. يقرأ عليه آيات العين، آيات العين مثل أول سورة تبارك، تبارك الذي بيد ملكه وعلى كل شيء قدير، أربع آيات، إلى قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقرأ آخر آية من سورة القلم لما قال عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى إلى آخره. يقرأ الآية التي في سورة يوسف اللي هي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد إلى آخره. يقرأ الآيات العامة، قل هو الله أحد الفلق الناس آية الكرسي الفاتحة وآيات الشفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين إلى آخره. هذه بإذن الله تعالى يقرأها على نفسه وينفث، مثل ممكن ينفث في يده ويمسح أو ينفث على صدره هكذا، وبإذن الله تعالى أنه يستفيد، أو يقرأ عليه غيره.